متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة، والذي سنتحدث فيه عن الطريقة التي عالجت بها السلطانة نوربانو ابنها السلطان مراد الثالث من العجز الذي أصابه وجعله غير قادر على معاشرة النساء، والذي اتهمت فيه السلطانة صفية طبعا بأنها قد مارست السحر من أجل هذا. وقد تحدثنا في الفيديو السابق عن تفاصيل هذا الاتهام، ولكننا في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الطريقة التي عالجت بها هذه الأم السلطانة ابنها السلطان. وقبل أن نبدأ، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع من قد يهمه هذا الموضوع. كيف تخلص السلطان مراد الثالث من العجز الذي أصابه في فترة معينة؟ يشير كتاب نوربانو سلطان الذي أصدرته مكتبة رمز العثمانية عن زوجة السلطان سليم الثاني ووالدة السلطان مراد الثالث أن هذه السلطانة حاولت بكل الطرق أن تساعد ابنها السلطان على استعادة عافيته الجنسية، إلا أن الأطباء عجزوا عن مداواته، مما جعل نوربانو سلطان تلجأ إلى طريقة أخرى، حيث أمرت بعد استشارة العالمين في هذا المجال بخياطة وتحضير قميص سحري لابنها السلطان. وقد كان هذا القميص أفضل قميص سحري تم تحضيره من أجل السلاطين العثمانيين، حيث أحصت الباحثة روز مرافيتشيك إجمالي القمصان السحرية المنسوبة إلى السلاطين العثمانيين، فوجد إجمالي 20 قميص للسلاطين العثمانيين أخذت أشكالا وألوانا وأسبابا، واحتفظ قصر توبكابي بها حتى الآن، إلا أن درة القمصان شكلا ومضمونا كان قميص السلطان مراد الثالث، حيث نسجت عليه أسماء الله الحسنى والعهود السليمانية وأبيات من بردة البويسري، وكتبت عليه طلاسم ورموز لفك السحر عن هذا السلطان. وبالإضافة إلى هذا القميص، فلقد لجأت السلطانة نوربانو لعدة وصفات أيضا لفك السحر عن ابنها حتى يستطيع أن يستعيد عافيته وينجب للدولة العثمانية أبناء آخرين. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. إلى اللقاء.